فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من اعتاد سنة في الصلاة ثم تركها هل يسجد للسهو أم لا؟ لا، ما يلزم السجود للسهو لترك سنة، ما يلزم لترك سنة، إنما يلزم لترك ركن أو واجب. أما من ترك السنة فإذا سجد لترك السنة هذا سنة، وإن لم يسجد فلا شيء عليه.